تعذيب واعترافات بالإكراه، والسجناء أتموا فترة محكومياتهم لكنهم بقوا خلف القضبان. كواليس وخفايا من السجون العراقية تكشفها لجنة حقوق الإنسان النيابية لتعيد بذلك ملف السجون إلى الواجهة مجددا. اللجنة تقول إنها وثقت عشرات حالات التعذيب داخل هذه السجون، كما وثقت وجود معتقلين أتموا محكومياتهم لكن لم يطلق سراحهم، فضلا عن وجود معتقلين صدر الحكم ضدهم في القضية نفسها مرتين. لنتابع. هذا ماخذ افراج، هذا ماخذ افراج، وهسه انحكم 15 للعلم. افراجات والله ماخذ ثلاث قسم من الجنايات. تسمع استاذ ارشد، هذا ثلاث افراجات عنده ورجعوه على نفس الدعوة وانحكم 15 هسه. واذا يطلع من التمييز ورا سنه هم يجيبوا له على نفس الدعوة ويرجعون يحكمونه 15 سنة. يبلغ عدد السجون في العراق 30 سجنا تضم 60,000 إلى 70,000 مسجون ومحكوم وموقوف، بينهم 1500 امرأة في بيئة أصبحت تمثل بؤرة للإجرام وتجارة المخدرات، إذ تشير تقارير نيابية إلى وجود سماسرة ومتنفذين يمارسون نشاطاتهم داخل المعتقلات، فضلا عن وجود تدخلات سياسية في ملف السجون. الشهر الماضي تم الإفراج عن 12,000 معتقل، ربما يكون هذا الخبر طبيعيا، لكن غير الطبيعي وفق مراقبين أن هؤلاء المعتقلين كانوا قد أنهوا محكومياتهم ولم يفرج عنهم حتى تطلب الأمر تشكيل لجنة من جهات ووزارات عدة، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب إبقاء هؤلاء المعتقلين في السجون بما يعنيه ذلك من مخالفة للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية. منظمات حقوقية ترصد واقعا مأساويا تعاني منه السجون في العراق في ظل اكتظاظ بلغ 300%، وهو ما انعكس سلبا على واقع المعتقلين، وهو ما يتطلب وفق معنيين إجراء إصلاحات شاملة بشأن واقع تلك المعتقلات.